آخر الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم مشاهدينا. ضمن مخرجات مجلس الوزراء القاضية بضرورة إعادة الاعتبار للمناطق الحرة، تجري بمنطقة دبداب شمال ولاية إليزي عملية تجسيد برنامج إعادة الاعتبار للمعبر الحدودي البري بغية بعث وتأطير المبادلات التجارية. إبراهيم بالخير. الحرة مشروع اقتصادي هام يرمي إلى تقوية المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية، حيث تتطلع الجزائر إلى إحداث قطيعة تامة ونهائية مع كل التناقضات والممارسات التي عرفتها الجزائر في العهد السابق لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي. المنطقة الحرة للتجارة لها أهمية كبيرة ووجهة استثمارية لجميع المتعاملين، وراكم عارفين الامتيازات اللي راه تمتاز به المنطقة الحرة من إعفاءات جبائية وتسهيلات للمستثمرين. يمنح المنتوج المحلي الجزائري يقدر يدخل في المنافسه مع الدول الاخرى، معناها في الاسعار، منافسه الاسعار. وحنا قمنا بتجربه مع دوله النيجر، قمنا بدينا ماده الصابون المنتوج المحلي، ادينا التمر، وقمنا باستيراد الابقار والماشيه من الابل والبقر والغنم. رايح فيه تكون تبادل تجاري، الناس تبشرت خير، سواء سواء رجال الاعمال ولا الناس الاقتصاديين. وبالنظر لموقعه الاستراتيجي كبوابه لافريقيه، تولي الجزائر اهميه قصوى للعمق الافريقي والذي تجسد في شق الطرق وتهيئه المعابر الحدوديه كالمعبر الحدودي الدبداب غدامس الذي اصبح جاهزا لاعاده فتحه امام الحركه التجاريه. رانا هنا باش نمدوا اشاره الانطلاق العمليات اللي تم تسجيل تاعها من أجل تهيئة معبر دبدب. أشغال اللي رانا راح نقوم بها هي تحسين التهيئة تاع المعبر من أجل إعطائه جمال، وكذلك توفير ظروف تسير تاع المصالح تاع الجمارك وشرطة الحدود باش يكونوا يشتغلوا في أحسن ظروف إن شاء الله. إنجاز مواقف السيارات الوزن الخفيف والوزن الثقيل، القاعة الشرفية والتهيئة العامة للمعبر ككل، وتحسين حركة المرور داخل هذا المعبر بالتنسيق مع المصالح المختصة على مستوى هذا المعبر. قاعدة اللوجستية للمجمع وفرت كل ما يحتاجه المتعامل الاقتصادي من خلال جناح خاص لبنك الخارج الجزائري، حظيرة تمكنه من تسهيل المعاملات التجارية، المراقبة أيضا، كل الظروف إن شاء الله. نحن رنا في الموعد ونتمنى إن شاء الله أننا يكون المعبر لبنة وقاطرة أساسية في الاقتصاد الوطني. وفي ظل التقلبات العالمية غير المسبوقة، يشدد مشروع القانون على محاربة حيل التهريب حفاظا على المقدرات الاقتصادية للبلاد والتنفيذ الصارم لإجراءات منع تصدير المواد الغذائية الأساسية. تثمين الصناعات الوطنية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من سياسة الدولة الرامية إلى تطوير مختلف وحدات الإنتاج الوطنية على غرار تلك المختصة في الصناعات الكهربائية. عمارية نهاري تعرض علينا اليوم نموذجا لإحدى وحدات صناعة الكوابل والمحولات الكهربائية بولاية غليزان. من بين أهم المنشآت الصناعية بغليزان مصنع الكوابل والمحولات الكهربائية الذي ينتج أكثر من 500 طن شهريا ويوظف ما لا يقل عن 300 عامل. بدينا الأشغال في هذه الوحدة سنة 2014، الإنتاج كمل الوحدة البناء نتاعها في 2019، في أوت 2019 بدينا الإنتاج للكوابل الكهربائية، وبعدين توسعنا درنا وحدة لصناعة الأنابيب، والآن إن شاء الله رانا رايح نديروا وحدة لإنتاج المحولات الكهربائية. المصنع يغطي 17% من نسبة الإنتاج الوطني وبكفاءات جزائرية. قدرنا ربي إن شاء الله بها نفتحوا وحدة جديدة في إنتاج المحولات الكهربائية ذات قدرة من 100 كيلو فولت أمبير حتى 2000 كيلو فولت أمبير، وإن شاء الله نزيدوا ونطوروا باش نلحقوا المحولات الكبيرة. نحن جينا من تركيا تنعمل مهاويات كهرباء، تنعملنا بعضنا تنعمرن إن شاء الله. أنا خبرة عندي 15 سنين.
منتوج وطني ذو جودة عالية سيساهم بعد توسيعته في توظيف أكبر عدد من العمال وتطوير إنتاج الكوابل الكهربائية وبالتالي إنعاش الصناعة الوطنية. ومن أجل ضمان توزيع عادل للمياه واستغلاله استغلالا عقلانيا تجسده مشاريع الإمداد بالماء الشروب من خلال ربط السدود بالمناطق السكنية والفلاحية. النموذج من ولاية قسنطينة مع رضا تبرمسين. متسارع لرفع قدرات قسنطينة من الماء الشروب تحسبا لشهر رمضان وفصل الصيف. ومع هذا فنسبة التزود بالماء الشروب يوميا تعدت 70%. كنا في الوحدة الجوارية رقم 17 نوفال فيل. نعم كان الماء يجينا نهار على نهار، وهنا هنا كي هبطنا هنا يعني الحق العين كاينه وشي تروح بالتقطعات. كيما احنا الفوق كانت تجي كل يوم الصباح وتجي العشيه تروح على 8، ومن بعد زيت ولا 12 تاع الليل ولا صديق على قداس باسكو كي نوض الصباح نصلي على 4 نلقاها. ورشات مفتوحه بعيد وضع حيز الخدمه خزان المنظر الجميل، وهذا لضمان تزويد عاصمه الولايه، فضلا عن خزان شعر الذيب وكذا دعم من محطه سيدي خليفه بمياه ابن هارون بمعدل 50,000 متر مكعب يوميا. On prévoit de récolter presque 50,000 متر كوب jour au niveau de la station de Sidi Khalifa. Cet apport est dû à la réception de 4 nouveaux filtres au niveau de la station qui vont nous permettre de récolter les 75. Et avec cet apport, on peut corriger la situation. Il y a des projets en cours d'exécution au niveau de la daïra de Benziyad, les communes Benziyad et Mesoud Boujriou, où il y a des zones sécurisées. ساكنة هذه المناطق بالمياه الصالحة للشرب من نقب عين التين. تجدر الإشارة أن احتياجات قسنطينة تعدت 114 مليون متر مكعب سنويا، ومع إصلاح التسربات واستلام الإمدادات من المرجح أن تتخطى بعدها تلك العتبة. بولاية البويرة مكن امتلاء سد تلسديت الذي ينبع من أعالي جبال تيكجدة مكن سكان ثلاث ولايات من التزود من المياه الصالحة للشرب إضافة إلى المناطق الصناعية المجاورة. تفاصيل أوفى مع فتيحة بعراب. سد تلسديت بولاية البويرة يزود 21 بلدية ومنطقتين صناعيتين بطاقة استيعاب بلغت 96.8 مليون متر مكعب، مما سيساهم في تموين الساكنة بالماء الشرب. يجينا الماء نهار بنهار وناخذ احتياطات نتاعنا والحمد لله. في قرية تكبوش هذيك ما كاش ما عندناش الماء. لو كان يديروا لنا لا كونديويت تاع البراج يكون شويه. السد يمول 16 بلديه من ولايه البويره، 5 بلديات من ولايه باريريج، وبلديه واحده من ولايه المسيله. منطقتين صناعيتين في ولايه البويره سيدي خالد والهاشميه، ويسقي 2200 هكتار بسهل الاصنام و 3400 هكتار بهضبه الساحل. السلطات المحلية تبنت استراتيجية تهدف إلى توسيع إمدادات المياه الصالحة للشرب للساكنة والنشاطات الفلاحية والصناعية. رغم الأمطار التي تساقطت هذه الأيام لم يصل فيه المنسوب الحالي إلا فقط 18 مليون متر مكعب، وهذا 18 متر مكعب على طاقة استيعابية 640 مليون متر مكعب. استمرارية تعزيز وحشد الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية ضرورة لتلبية الطلب على المياه من خلال الأولوية للمناطق التي تعاني من نقص التزود بالمياه الصالحة للشرب. إلى مؤشرات الاقتصاد في العالم، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريح جديد إنه قريبا لن تكون روسيا ضمن قائمة أكبر 20 اقتصادا في العالم. وأضاف بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واجه اقتراحات الولايات المتحدة الأمريكية بالرفض. جاء ذلك في مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي مع نظيره البولندي من وارسو عقب زيارته لبولندا على خلفية الصراع الروسي الأوكراني.
أعلن البنك المركزي الروسي فرض قيود على حركة الأموال إلى الدول غير الصديقة بمبلغ مماثل للاحتياطات المجمدة. وقال مسؤول البنك الروسي أن الاقتصاد الروسي سيدخل مرحلة من إعادة الهيكلة على نطاق واسع. يأتي هذا ردا من روسيا على قيام الدول الغربية بتجميد جزء من احتياطاتها وعلق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على الخطوة بقوله إنها ستدفع لندن وحلفائها الغربيين لفرض المزيد من الضغوط والعقوبات الاقتصادية على روسيا مستقبلاً. نبقى مع روسيا، إذ تمتلك روسيا أكبر معروض من الذهب في العالم، حيث تضم خزائن بنك روسيا في موسكو وسان بيترسبورغ أكثر من 2300 طن من الذهب. لكن القيود الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما تمنع البنك المركزي الروسي من التعامل مع الغرب، ما دفع بالتجار والبنوك العالمية الذين يشترون السبائك الروسية إلى الخوف والحذر من الاستمرار في عمليات الشراء. هذا ويتوقع محللون أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا ومنعها من التجارة في السوق المفتوحة قد يدفع بها إلى بيع إمداداتها من الذهب إلى البنوك المركزية في الهند والصين، والتي تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار. تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط في مستهل تعاملات الأسبوع بسبب مخاوف من تراجع الطلب على الخام في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، وذلك نتيجة لتفشي فيروس كورونا. كما جاء تراجع الأسعار على خلفية إعلان جماعة الحوثيين في اليمن وقفا مؤقتا للهجمات المسلحة ضد السعودية. وتراجع خام برانت القياسي بنسبة 3.4% إلى 116.53 دولارا للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.8% إلى 109.58 دولارا للبرميل. إلى الذهب الأصفر، تراجع سعر الذهب في تعاملات اليوم مع استئناف محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، مما أثر على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن. كما أثر الدولار الأمريكي والعوائد المرتفعة على أسعار الذهب. وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.54% لتصل إلى 1943.6 دولار للأوقية. ختام النشرة الاقتصادية كالعادة بإطلالة على مستجدات أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. ختام النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، أشكركم على المتابعة والعودة دائما إلى العربي وبقية برنامج الظاهرة. شكرا.